يقول نيتشه: إذا أردت أسمى ما في الوجود عش في خطر. أسمى ما في الوجود عش في خطر، لأنك لو فضلت خانع وماشي جنب الحيط وحط راسك في وسط الروس ونادي عليها بالقطع هتفضل متخلف، إنما لا، بادر وقول وما يهمكش وخليك شجاع، لأنه التواري والضعف والشفقة دي أخلاق العبيد، مش أخلاق الإنسان الأعلى، مش أخلاق السادة. السادة اللي هم الناس اللي عندهم شجاعة مواجهة خيال واسع. عشان كده هامون راض عنكم يا عباده الصادقين، إياكم أن تنسوا حق المعبد وكهنته. السادة اللي هم الناس اللي عندهم شجاعة مواجهة. هذه مدرسة أهل البيت عزة، هذه مدرسة، وهذا هو منهج، سواء رضي من رضي أو كره من كره، قبل من قبل أو اعترض من اعترض، لا فرق عندي، لا فرق عندي، هذه عقيدتي، أدين الله بها يوم القيامة.